أهلا وسهلا بكم في فوانيس رمضان عيادة المريض. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عيادة، أي زيارة المريض المسلم بنية خالصة لله تعالى، وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعود، أي يزور المساكين ويسأل عنهم ويزور المرضى ويدعو لهم بالشفاء والبركة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يعود، أي يزور مريضاً ممسياً، إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف، أي بستان في الجنة، ومن أتاه مصبحاً خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة. رواه أبو داود. فلا تفوت عليكم هذا الخير العظيم، لأن فيه تواصلاً ورحمة مع أخيك المسلم. فإن كنت مريضاً كم ينسر قلبك عندما يسأل عنك صديقك المسلم. فاسعوا يا أحبابي الصغار لزيارة مرضاكم، لأن هذا فيه الخير الكبير. وإلى اللقاء يا أصدقائي.